الله معكم بإنجيل اليوم نشوف أنه في كتير عجقة حول يسوع، مثل أن كلمة الله احتشدت عشرات الألوف من الجموع. عم تتخيلوا بهيدي الأيام ما فينا نجمع عشرات الألوف، وين بدنا نحطهم؟ بأي صالة بتساعهم؟ أي مكبر صوت بيقدر يوصل الصوت؟ بينما الرب كان قادر يوصل صوته لكل إنسان، كان قادر يعرف شو في بقلب كل إنسان رغم كل العجقات اللي كانت حواليه، قادر يعرف شو غاية كل إنسان إذا جاي يلتقى فيه ولا عنده غاية تاني، عنده غاية حشرية ولا أنانية ولا وصولية ولا استغلال لقدرة يسوع الإلهية. من هون منشوف الرب إنه بيقول لهم انتبهوا من كذب الفريسيين. شو يعني عم بيدعيهم يعيشوا بالنور؟ قال لهم كل شيء بتقولوه حتى بالخفي بيعرف وبينزع على السطوح، يعني عيشوا بالنور مثل ما بيقول كمان الأخ استفان، الله يراني. يعني كيف بعيش وحدي؟ بعيش قدام العالم. كيف بفكر بقلبي؟ بكون عم بعمل قدام العالم، مش بعمل شيء وبفكر فيه، مش بعيش وحدي شيء وبعيش قدام العالم شيء تاني تيكرموني. ما نسعى لمجد الناس، نسعى لمجد الله. هيدا اللي مقصود هوني. الفكرة التانية اللي بدي أتأمل فيها أنا وياكم هي مخافة الله، يلي قليل بعدنا اليوم تنحكي عنه. عم بيقلنا الرب ما تخافوا من اللي بيقتلوا الجسد، خافوا من اللي بيقدر يحطكم بجهنم. شو يعني عم بيقلنا خافوا مني؟ لا، مع انه هو عدة محلات بيقلنا لا تخافوا. معقول اخر شيء عم بيجي يقلنا خافوا من الله يعني اللي بيقدر يحطكم بجهنم؟ لان الله وحده عنده سلطان على روحنا، مزبوط ولا لا؟ لا، ما عم بيقلنا خافوا مني، عم بيقلنا خافوا تخسروني. ايه، بدنا نرجع نخاف نخسر الله، وقادرين نخسره بإرادتنا بحياتنا بتصرفاتنا بأعمالنا ببعدنا عنه، قادرين نخسره. وهونيك الخوف الكبير انه نقضي كل أبديتنا بلاه. نعم، في أبدية بلاه، في جهنم، في عيش بعيد عنه، وهونيك الوجع وصريف الأسنان مثل ما بيقول الرب يسوع، ومن له أذنان سامعتان فلتسمع. من هون مخافة الرب بحياتنا أساسية. مخافته يعني كيف الشخص اللي بحب التاني بخاف يخسره، نحن بس نحب أهلنا نتعلق فيهم لدرجة منصير خايفين نهار اللي بدهم يموتوا اللي بدهم ينتقلوا من هيدي الدنيا، مع أنه إيماننا المسيح بيعطينا رجاء كبير. ومن هون إذا منحب الله حب حقيقي، إذا منحب يسوع حب حقيقي، منخاف نخسره. إذا منحبه حب حقيقي منسعى نتعرف عليه كل يوم، وغير هيك منكون كذبين، منكون بعدنا برياء الفريسيين. إذا هيك بس يا حبيبي يسوع وما بعطيه ولا دقيقة من وقت بنهاري، ما بفتش عنه، ما بخاف إني أخسره بخطيتي بأعمالي بأفكاري. من هون نطلب الروح القدس هو يعطينا مخافة الله، يلي هي أكبر حكمة بقلنا الكتاب المقدس. أعظم الحكمة هي مخافة الله. أعطينا يا رب روح المخافة الحقيقية، أنه نحب يسوع من كل قلبنا، أنه نخاف نخسر، وأنه نتعرف عليه كل يوم أكثر، تنكون عم نمجده ونعيش معه بكل وقت. أمين.